معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول باحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي. مرحبا بك استاذ شاهو. اذا مصادر صحفية ذكرت ان اربيل تناور عبد المهدي في سنجار للحصول على كركوك، هل يستطيع عبد المهدي اخراج ميليشيا الحشد المرابطة في كركوك؟ تحياتي لكم. حقيقة موضوع كركوك معقد قليلا، لأن الصراع على كركوك لا يقتصر بين عبد المهدي وبين الجانب الكردي، أيضا داخل الجانب الكردي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني إلى الآن لديهم صراع على المحافظة، وكل طرف يريد أن يأخذ المحافظ، وإلى الآن تأخرت تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق بسبب محافظة كركوك. ولكن مسعود بارزاني وبسبب حرصه وحرص الأكراد على عدم تولي العبادي مرة أخرى رئاسة الوزراء، دعموا بكل قوة عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء، وبالتالي حصلوا على وعود أيضا من عادل عبد المهدي لإعادة القوى الكردية وقوات البيشمركة إلى كركوك. ولكن أيضا في نفس الوقت هناك اتفاقيات بين أطراف الحشد الشعبي وهادي العامري أيضا مع أربيل، حصلت اتفاقيات وتفاهمات حول التنسيق للعودة إلى هذه المناطق في ظل أخبار، وهناك أخبار مؤكدة تؤكد أن إيران أيضا تدفع بهذا الاتجاه، لأنها تحتاج إلى رضا إقليم كردستان العراق للتصدي للعقوبات الأمريكية. إذن برأيك إلى أي الكفتين سيميل عبد المهدي؟ بلا شك أن هناك ضغوطات من أطراف عربية وتركمانية أيضا داخل كركوك إلى الآن ترفض عودة البيشمركة، وتدعو إلى أن يكون القوى الأمنية الاتحادية فقط هي موجودة فيها. وقبل فترة، قبل يوم أو يومين، صرح عبد المهدي في يعني بقصد طمأنة هؤلاء بأن القوات الاتحادية هي فقط سوف تبقى في كركوك ولا تسمح لأي قوة أخرى بدخول المدينة، ولكن هذا الأمر يخالف ما نراه على أرض الواقع والاستعدادات الأمريكية أيضا لعودة البيشمركة. وبالتالي أعتقد أنه في الأخير عبد المهدي سوف يقبل بعودة قوات البيشمركة ويصل إلى تنسيق واتفاقية مع هذه الأطراف أيضا حتى لا يكون هناك ردة فعل حول هذا الإجراء. أيضا في موضوع كركوك، أحد النواب السابقين وهو عبد محمد مهدي البياتي ذكر وحذر من انفجار الأوضاع في كركوك بسبب الصراع على النفط، هل التسويات برأيك التي أجريت بشأن هذا الموضوع على النفط في هذه المحافظة المتنازع عليها إنجاز التعبير، هل هذه التسويات من الممكن أن تحل المشهد الأمني والجدال على النفط؟ بلا شك منذ أحداث 17 من أكتوبر 2017 وخروج قوات البيشمركة ودخول القوات الاتحادية وأيضا ميليشيات الحشد الشعبي، حصل هناك سيطرة على جميع حقول النفط في هذه المناطق، وبالتالي هذه الميليشيات وهذه الجماعات الموجودة تمول نشاطاتها عن طريق بيع هذا النفط عن طريق التهريب. ولكن الآن إذا عادت القوى الأخرى للمدينة بلا شك أنها تريد أيضا حصة في هذه الحقول، وبالتالي يجب أن يصلوا إلى اتفاقية جديدة لتوزيع الحصص، وهي السبب الرئيسي للصراع على كركوك هي الموارد التي فيها. وأنا أعتقد أنه من الممكن أن يصلوا إلى اتفاقية، ويكون الاتفاقية الاقتصادية أو التجارية بينهم أساسا لتفاهم سياسي وأيضا تفاهم أمني، لأن كافة الأطراف سواء أربيل أو بغداد تحتاج إلى هذا النفط الموجود، وأيضا تحتاج إلى تفاهمات لتوزيع الحصص، ولا ليست في مصلحتها أن تخلق نزاعا قد تمنعها من الحصول على هذه الامتيازات. في الخلاصة أستاذ شاهو، هل تتفق مع رأي بعض المحللين الذين يرون أن غياب بيشمركة عن نينا وتأميم هو خسارة سياسية وتراجع عسكري أيضا؟ بلا شك أن القرار السياسي الذي أدى إلى إجراء الاستفزاز في ذاك التوقيت أدى إلى الانسحاب العسكري الذي حصل أيضا دون المواجهات تذكر في الميادين، وبالتالي حصل تراجع عسكري وأيضا سياسي. الآن بعد التغييرات السياسية التي حصلت وبعد عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الساحة من جديد في أربيل وفي بغداد أيضا بحصوله على مقاعد جيدة وصدارته الأطراف الكردية، يريد العودة أيضا من ناحية المشهد العسكري والعودة إلى المناطق التي انسحب منها قبل عامين
حتى يكسب الأصوات الموجودة في هذه المناطق للانتخابات المحلية القادمة. شكرا جزيلا لك. هاتفيا من اسطنبول باحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي.